إذاعة سلطنة عمان تقدم طبعا بديت القراءة لما كنت صغير. والله أهلي كانوا يقولوا لي يعني أقرأ. لما كنت في الصف الخامس قرأت 80 كتاب. إذن القارئ الصغير في سنه الكبير بعطائه، يعني النجاح في الحياة أو النجاح في أي شيء يريده الإنسان. نعم أحب القراءة، من هواياتي المفضلة القراءة والسباحة. يعني الشخص يستخدم عقله وقت الحاجة، لأن كتاب يتحدث عن قاع البحر. في المدرسة كان يجب علينا أن نقرأ على الأقل كتابين في الأسبوع ونشرحها. لازم تكمل القصة عشان تعرف إيش حصل. القارئ الصغير، القارئ الصغير، رحلة يومية مع أجيال المستقبل العاشقة للقراءة، العاشقة للقراءة. يحاور القراء الصغار ويتصفح كتبهم سليمان بن علي المعمري. القارئ الصغير، إخراج أمينة بنت ناصر العامرية. القارئ الصغير، القارئ الصغير. أهلا ومرحبا بكم أعزائنا إلى هذا اللقاء اليومي مع القراء الصغار. قارئتنا في حلقة اليوم هي اليقين بنت عبد الله بن حمد الراشدي، البالغة من العمر 9 سنوات. يقين تلميذة بمدرسة زينب بنت الرسول في وادي بني رواحة بسمائل. قرأت خلال سنتين 55 كتابا إلكترونيا، وفازت عام 2013 بالمركز الثالث على مستوى محافظة الداخلية في حفظ القرآن الكريم. القارئ الصغير، مرحبا يقين. مرحبا. أهلا، ما شاء الله عمرك 9 سنوات وسيرتك الذاتية رائعة. تحبين القراءة؟ نعم. وتحبين القراءة الإلكترونية أكثر شيء؟ نعم. كم كتاب قرأتي؟ 55 كتابا. أها. ويعني كيف تعرفتي على هذه الكتب الإلكترونية؟ كان عند أختي آيباد وكانت تحمل لي القصص الإلكترونية، فكنت على هذا تعرفت على القصص الإلكترونية. أها. أختك تشجعك على القراءة؟ أيوة، أختي وعمي أحمد. عمك أحمد، ومن بعد؟ أختي الثانية. إذا كلهم شجعوك على القراءة؟ أيوة. والخمسة وخمسين كتاب هذا قرأتيهم سنة بس؟ لكن بدأت أقرأ الكتب الإلكترونية من كان عمر 7 سنوات. آه، تو عمرك 9 سنوات. أيوة. إيش الكتب اللي تتذكريهن؟ أتذكر الجناح المكسور. ظل شجرات التوت. أيوة. الغزال الذهبي. القصر الهندي. و جميل. والعصفوران. جميل. أنا بعد عرفت أنك يعني تحبين حكايات شعبية. أيوة. صحيح؟ أيوة. إيش من الحكايات الشعبية اللي تتذكريهن؟ من يعني؟ الذبابة والزبدة. أها. حليمة والثعبان. الرجلان. الرجلان. هذه الذبابة والزبدة من حكيها لك؟ أبي. زين، ممكن تحكيها لنا؟ أيوة. أنا ذبابة، قالت ذبابة أنا ذبابة ذبابة، والزبدة تغرقني. قالت زبدة أنا زبدة زبدة، والشمس تصهرني. قالوا لها ليه يا شمس ليه تصهر الزبدة؟ أنا شمس شمس والسحاب تغطيني. يا سحابة ليش تغطي الشمس؟ أنا سحابة سحابة والهبوبة تذريني. يا هبوبة ليش تذري السحاب؟ أنا هبوبة هبوبة والقدار يردني. يا قدار ليش ترد الهبوبة؟ أنا قدار قدار والإنسان بانيني. يا إنسان ليش تبني القدار؟ أنا إنسان إنسان والله خالقني. الله، جميل هذه الحكاية. حكيها لك يا أبوك؟ أيوة. حكى لك حكايات ثانية؟ أيوة.
قلت قبل شوية الرجلان. أيوة. ممكن تحكي لنا حكاية الرجلين؟ أيوة. كان في رجلان يمشيان مع بعض. قال الرجل الأول حال الرجل الثاني: نقابل نتقاسم أكلك ومن ثم نتقاسم أكلي. قال: انزل. تقاسموا أكل الرجل الأول. قال الرجل الأول حال الثاني: أعطيني أكل تمرة. قال: إذا تريد تأكل تمرة أولا أقلع عينك. قال له: انزل. طي أكل التمرة وقلع له عينه. ما تخلص هذه التمرة. بعد فترة قال له: أريد أشرب. قال له: إذا تريد أشرب تشرب، أقلع لك عينك وبعد نعطيك أشرب. قال له: إذا تريد تقلع لي عيني طينا أشرب وقلع لي عيني وديني فوق الشجرة اللي جنبنا. وافق أنه يقلع له عينه. وافق أنه يقلع له عينه. هو عطشان شكله كثير ولا إيش؟ أيوة عطشان كثير. ثم قلع على عينه وعطاه يشرب ووداه فوق الشجرة اللي كانت بجنبهم. جاء وكان هو فوق الشجرة. أيوة. وبعد هو ما كان فوق الشجرة جاءوا الجن في الليل. قال الأطفال حال أبوهم الجن قالوا له: احكي لنا حكاية. قالهم: إذا حكيت لكم حكاية يمكن يكون هنا إنسان. قالوا له: ليش يكون هنا إنسان وهذا وسط نص الليل؟ قالوا له. قالهم زين. قالهم: في بلاد تلقيوا ثلاث حجارات، تفتح الأولى تلقى فيها نهر طويل، تفتح الثانية تلقى فيها قصر، تفتح الثالثة تلقى فيها كنز ثمين، وإذا كان أنت أعمى من هذه الشجرة تحصر ليمونة على عيونك الثنتين وتتعافئ وتروح تفتح هذه الحجرة. قبل أن تشرق الشمس ذهب الجن وهذا الأعمى حصر حال عيون الثنتين ليمونة وشفى، وراح على هذك الحجارة الثلاث وفتحها ولقى كل اللي قال له هذاك الجن. وبعد فترة جاء صاحبه اللي قال له عيونه، قال له: كيف تشافيت وأنا قال لك عيونك بنتين؟ خبر السالفة إن أنا رحت فوق الشجرة وسمعت الجن وذا. قال له: انزل قلع لعيوني وودينا هذك الشجرة. قال له: انزل. قلع لعيونه ودا فوق هذك الشجرة. جاء قال له في الليل جاء الجن قالوا له: يا بحكين. قال له: إذا حكيتكم يمكن أن يكون إنسان مرة ثانية ويروح مرة ثانية يشيل حكايتنا. قال إزاي؟ قال هذاك الرجل الغبي. قالهم: يوم أنا أكون هنا ليش أنتم ما تحكيوا؟ ويهجموا علي كلهم وأكلوه. يعني هذا طلع غبي وقلعوا له عيونه على الفاضي صح؟ أيوة. إيش تستفيد من هذه الحكاية؟ أستفيد إن أنا ما أكون طمع على غيري وما أحب اللي أحب أكون أشيل كل شيء من عند غيري. إذا كان عند غير عنده شيء ما أروح أنا أكون طمع وأروح أسوي شيء أحسن منه. زين جميل. وإني أساعد الناس من غير ما أقلع عيونهم صح؟ صح. زين الكتب الإلكترونية، خليني قبل ما أتكلم عن الكتب الإلكترونية أسألك عن أنت شاركتي في مسابقة القرية القارئة صح؟ أيوة. إيش هذه مسابقة القرية القارئة؟ القرية القارئة هم مجموعات. هذه وين؟ في بلادنا. هين بلادكم؟ وادي قري. وادي قري في سمايل. أيوة. هي عبارة عن حلقات متنوعة. أيوة. يوزعون قصص، نحن من هذاك القصص نطلع العبارات. طلع عبارات، هذه عبارات أنت مش تتكلم هذه القصة وعن مو تكون هذه القصة مو نستفيد منها. وكانت القرية القارئة كانت في عمل إنه نحن نألف قصة من عندنا. وكنت ألفت قصة عن هذه. عن إيش؟ الفراولة العملاقة. أنت اللي ألفتيها؟ احكي لنا إياها. كانت هناك بنت اسمها ليلى. هذيك ليلى كانت عندها بذرة. هذيك البذرة ما تعرفها هي ما وش هذيك البذرة، وزرعتها. لما زرعت هذيك البذرة كانت كل يوم تسقيها وتريد تعرف ليش مو هذيك البذرة. في يوم من الأيام استيقظت
وقالت إن هذيك البقرة البذرة فراولة عملاقة عملاقة عملاقة. وكانت هذيك الفراولة كانت لذيذة شهية عندها. وقيت وانتزعت هذيك الفراولة. لما انتزعتها صخر حكم هذيك الفراولة، قالت ليش وما عرفت السر، وكل يوم كانت تذهب عند كل مكان تعرف السر وهي ما عرفت السر. ذيك الفراولة كانت ايه؟ فراولة يعني هي عملاقة عملاقة، والمفروض هي إذا تزيد أكثر ما تخلي بهذاك الحجم، على هذاك ما حجمها، وانتزعتها وتصغر حجمها. كأنها زعلت. من اللي زعلت؟ الفراولة؟ كأنها الفراولة زعلت، تصغر حجمها صغير واجب. وبعدين كيف انتهت الحكاية؟ حزنت هذيك البنت لأنها ما عرفت سر هذيك الفراولة، وما عرفت ليش صغرت هذيك الفراولة، وحزن عليها لأنها صغرت. ويمكن وبكت، يمكن بعد يمكن دموعها صارت حمراء لأنها فراولة. زين. حكاياتك جميلة يا يقين. خليني أسألك بعد عن اختاري لكتاب إلكتروني قرأتي. سلسلة ولا كتاب؟ أنت ذكرتي لي، ما أعرف ما أتذكر فيها في أثناء الحلقة أم قبل أن ندخل، في كتاب اسمه الشجرة المسحورة. أيوة. هذا تتذكري من المؤلف؟ أيوة. من؟ أحمد نجيب. أحمد نجيب. زين، ممكن تكلمين عن هذا الكتاب؟ نعم، هي قصة من سلسلة قصص الأطفال العالمية. وهي فوق جبال أطلس. هي عبارة عن حطاب فقير اسمه أحمد، يعيش في كوخ صغير مع زوجته ليلى. وكان كل يوم يذهب لقطع الأخشاب ويدعو ربه بالرزق، ويذهب يقطع الأخشاب ويذهب إلى المدينة لبيعها. أحيانا يجد من يشتريها وأحيانا لا يجد من يشتريها، ويرجع إلى البيت من دون أموال ولا طعام. وفي يوم من الأيام خرج أحمد إلى الغابة يدعو ربه ويقول يا رب سهل لي أمري. ومشى في الغابة ووجد شجرة عجوزة كذعها مجوف، وقال في نفسه هل أقطعها؟ ورفع فأسه ليقطعها، فسمع صوتا يقول له قف أرجوك لا تقطعني، سأعطيك مكافأة كبيرة عظيمة. وأخرجت من جذعها طبقا عجيبا، قالت له إذا أردت الطعام قل له يا طبق الكرام هات أصناف الطعام، فسيمتلئ هذا الطبق بأصناف الطعام العديد كثيرة. وكانت خلف الشجرة امرأة ترى أحمد وأحمد لا يراها. ومن ثم أخذ أحمد الصحن وذهب إلى بيته ووضع الطبق على الطاولة وقال يا طبق الكرام هات أصناف الطعام، فامتلأ الصحن ثم أكل وهو وزوجته ليلى حتى شبعا. جميل. ثم مرت الأيام وكان أحمد في كل وجبة يقول يا طبق الكرام هات أصناف الطعام، فيمتلئ الطبق بأصناف الطعام الشهية. وفي يوم من الأيام حضرت الإمرأة العجوز التي كانت خلف الشجرة تختبئ، وقال لها أحمد تفضلي تعالي كلي معنا، لا تريد أن تأكل بل هي تريد أن تأخذ الطبق العجيب. ثم استبدلت الطبق العجيب بطبق مماثل له. وفي وجبة العشاء قال أحمد يا طبق الكرام هات أصناف الطعام، فلم يمتلئ الصحن. ثم قال مرة أخرى يا طبق الكرام هات أصناف الطعام، فلم يمتلئ الصحن. ثم قالها مرة وثانية وثالثة فلم يمتلئ الصحن. ثم سرقوه صح؟ أيوة. ثم أخذ فأسه وضربه بقوة فانكسر الصحن. وذهب إلى الشجرة العجوز وهو غاضب، قال لها أنت كاذبة لابد أن أقطعك الآن. قالت له أنا لست كاذبة بل امرأة العجوز هي التي سرقت منك الطبق.
ثم أخرجت من جذعها عصيا ثلاث وقالت أجبي من أخطأ، ثم طلقت العصي الثلاث تضرب أحمد بشدة وقالت له لابد أن تتأسف لي، فتأسف أحمد إلى الشغات العجوز وأخذ العصي الثلاث وذهب. وفي الطريق وجد الامرأة العجوزة وقال لها أتستطيعين أن تحتفظي لي بهذه العصي الثلاث؟ قالت الامرأة العجوز نعم. ثم قال أحمد أجبي من أخطأ، ثم انطلقت العصي الثلاث تضرب الامرأة العجوزة بشدة وقالت له نعم أنا مخطئة، أنا التي سرقت منك الطبق العجيب. فأعادت المرأة العجوز الطبق العجيب إلى أحمد وزوجته، وكان أحمد كريما لكن تعلم أن يكون كريما وفي نفس الوقت حريصا. آه جميل، حكاية جميلة يا يقين. إيش أمنيتك تصبحي لما تكبر يا يقين؟ أمنيتي أن أكون طيارة. طيارة؟ هو ليش؟ عشان إني أمنيتي أن أكون طيارة عشان أسافر، أكون طيارة شجاعة. وإيش الحكمة اللي تؤمن بها؟ من جد وجد، ومن زرع حصد، ومن سار على الطريق وصل. جميل، حكمتك جميلة وأمنيتك جميلة، إن شاء الله أتمنى أنها تتحقق إن شاء الله. إن شاء الله. إذن اليقين بنت عبد الله بن حمد الراشدي البالغة من العمر 9 سنوات من مدرسة زينب بنت الرسول في وادي بني رواحة بسمائل، شكرا جزيلا لك. شكرا. القارئ الصغير، القارئ الصغير، مع تحيات سليمان المعمري وأمين العامرية. القارئ الصغير.